far away, as north as we can go. جولة جديدة في عالم السينما وإيرادات الأفلام، والبداية مع تصدر فيلم Frozen 2 إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع، محققا 130 مليون دولار. In or out. وتدور قصة الفيلم حول رحلة آنا وإلسا وكريستوف وأولاف وسفين نحو غابة قديمة ليبحثوا عن أصل القوة التي تتمتع بها إلسا لإنقاذ المملكة. ويقوم بأداء الأصوات كريستيان بيل وجوش غاد، ويعود لإخراج الجزء الجديد المخرجان كريس بوك وجينيفر لي، اللذان أخرجا الجزء الأول من فروزن عام 2013. تراجع فيلم الحركة والسيرة الذاتية فورد ضد فيراري عن الصدارة ليحتل المرتبة الثانية مسجلا 16 مليون دولار، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم 57 مليون و700 ألف دولار. تدور أحداث الفيلم في منتصف ستينيات القرن الماضي حول الصراع بين شركة فورد وفيراري للفوز بسباق يقام بمدينة ليمان الفرنسية عام 1966، والفيلم من بطولة مات ديمون وكريستيان بيل وإخراج جيمس مانجولد. وجاء الفيلم الدرامي الجديد A Beautiful Day in the Neighborhood، أو يوم جميل في الجوار، في المرتبة الثالثة بمبيعات تذاكر قدرها 13 مليون و500 ألف دولار. يقوم ببطولة الفيلم توم هانكس وماثيو ريس، وتخرجه ماريال هيلر. الفيلم يقدم شيئا من تفاصيل حياة الإعلامي فريد روجرز، الذي قدم برنامجا بعنوان حي السيد روجرز على مدى 33 عاما، وكان واحدا من أهم وأشهر البرامج التي قدمت للأطفال، وتوقف عرضه عام 2001. احتل فيلم الحركة الجديد 21 جسرا المرتبة الرابعة بإيرادات 9 ملايين و300 ألف دولار. الفيلم من بطولة تشادويك بوسمان وسينيا ميلر وإخراج بريان كير. وتدور قصة الفيلم حول اكتشاف مؤامرة ضخمة من قبل محقق في شرطة نيويورك أثناء حملة مطاردة في أنحاء المدينة بحثا عن أحد المجرمين. تراجع فيلم المغامرات الحربي التاريخي ميدواي من المرتبة الثانية إلى الخامسة، محققا 4 ملايين و600 ألف دولار، ليبلغ إجمالي إيرادات الفيلم منذ دخوله صالات السينما 43 مليون دولار. ويروي الفيلم قصة معركة ميدواي التي دارت بين الأمريكيين واليابانيين من وجهة نظر القادة والجنود الذين شاركوا في المعركة، إبان الحرب العالمية الثانية. الفيلم من بطولة وودي هارلسون، لوك إيفانس، ماندي مور وباتريك ويلسون، ومن إخراج رولان إمريتش.